اول ما اجي اعمل جدول لازم انظم النوم. ده اول خطوه يا ابني، تنظيم النوم ده اخر خطوه في حياتك. انا اعرف ناس بقى لها 20 سنه بتحاول ترتب نظام نومها ومش عارفه. هو يا ابني تنظيم النوم ده حاجه سهله، وانت بتتك على زرار تنام، بتتك على زرار تصحى، ولازم الاخ بيعمل لي فيها عنتر من شداد. انا هنام 4 ساعات في اليوم يا عم، انت بتنام 16 ساعه، وبيصحوك بال بيجيبوا لك فرقه صحيك. عم خليك واقعي شويه، بلاش تتولد الرجل الاخضر الله يكرمك حبيب قلبي. انت بس نظم نومك، اعمل مثلا وقت مثلا بالليل وقت بالنهار، تقسم نومك على مرتين وخلاص، وتقبل كده وخلاص، وفرقت بقى ساعه وتعمل وقت واقعي. تنام 8 ساعات في اليوم. ابن القيم بيقول النبي عليه الصلاه والسلام كان بينام 8 ساعات. مش المهم انت هتنام قد ايه، المهم لما هتصحى هتعمل ايه. يا عم بدل ما تنام 4 ساعات وتفضل طول اليوم تفقر وتفضل طول اليوم ده، يا عمي نام 8 ساعات وانجز 16 ساعة.